معانا الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز. دلال هانم ازيك؟ مساء الفل، مساء الخير يا عمرو. اولا طبعا انت جميل ازيك يا عمرو، ازيك يا دلال، وعشرة قديمة. ازيك يا حبيبي، وازاي كل اللي عندك؟ وازاي يا رب تكون وازاي سمورة الجميل؟ كويس الحمد لله. كل الحمد سنة وانتوا لله، طيبين وانت بالصحة والسلامة، وكل الناس بخير، ومصر بخير يا رب، يعودها علينا كلنا بخير. احكي لي معلوماتك عن الاستاذ مين القمر اللي قاعد معاك ده؟ سمير صبري. القمر احكي لي المعلومات اللي ما حدش يعرفها، مش المعلومات المتعارف عليها اعلاميا، يعني كلميني عن سمير صبري الانسان. سمير صبري ده انا حسرق من مدام لبنى عبد العزيز تعبير قريته لها مره في مقاله في الاهرام ويكلي. هي بتكتب مقاله كل يوم خميس في الاهرام ويكلي، فكنا افتقدنا حد مهم قوي، فقال التعبير حلو قوي، مش سوبر ستار، سوبر هيومن. فعجبني التعبير قوي، فسمير صبري يجمع بين الاثنين اللقبين دول، سوبر ستار وسوبر هيومن، لانه انسان، انسان بمعنى الكلمه. اولا يعني غير انه هو الشيء الطبيعي انه يبقى بار بوالديه، لا ده كل الناس اتضحوا انهم والديه. بار بكل الناس. ايه ده؟ احكي لي يا دلال، يعني احكي لي يا دلال، انا عارف تفاصيل كتير بس احكيها، لان هو ما بيحبش يتكلم عن نفسه. طبعا انا عارفه، لانه هو ابن اصول. سمير صبري ده ابن اصول، واولاد الاصول نادرين الايام دي، اللي هم عايشين على القواعد والمبادئ والاخلاق العاليه يعني. فهو اولا عشره قديمه جدا، بحترم فيه حبه للناس كلها وتقديره للناس، واللي لهم تاريخ، واللي لهم يعني سيره ذاتيه عطره زي ما بيقولوا. بيحترم الناس كلها وبيسال ومن قلبه، مش بيصطنع. يعني انا عاشرته في اكتر من موقف. احكي لي موقف كده بعد اذنك. جنب يعني مثلا مدام ناديه لطفي. أيوة. من الناس اللي كان بيسال عليها. مديحه يسري، مدام مديحه يسري. لبنى عبد العزيز لغايه دلوقتي ربنا يديها الصحه والعمر يا رب، من اعز صديقاته. مدام سميره احمد من اعز صديقاته. ناديه الجندي ونبيله عبيد وكانت رجاء الجداوي الله يرحمها. يعني كان كل الناس بيسال عليهم، مدام ساميه جمال زمان يعني الله يرحمها، مدام نجوى فؤاد ربنا يديها الصحه، مدام يعني تحيه كاريوكا، ومدام تحيه كاريوكا، يعني ناس كتير كتير. كل الناس ما بيسمعش ان حد دخل، سمير خفاجه الله يرحمه، يعني ما يسمعش ان حد دخل مستشفى او في مأزق. انا دي بقى اللي هقولها، لان احنا كتير كنا مثلا بنقف جنب حد يعني محتاج علاج، محتاج بتاع، فكان من هو من اوائل الناس اللي يساعدنا يعني، وحقيقي بجد، ومن قلبه وبحب وبكرم الاصول، يعني الناس الاصيله يعني. فهو من بيت، متربي من بيت، من عيله، فدول نادرين. حتى بيبقوا الناس دي في خصامهم ولاد ناس ولاد اصول. احكي لي يعني احكي لي معلومه عن سمير صبري ما حدش يعرفها. هو سر. بصراحه بيعمل خير كتير. لا انا عايز سر، قولي لي سر. اولا سر، هو مش سر، هو عارف فرفوش في كل الاماكن، يعني هو في كل، قصدي في كل المجالات تلاقيه موجود. لو في قاعده ثقافه تلاقيه اكتر واحد قاعد مثقف، لو في ذاكرة الفن وتاريخ السينما والتلفزيون والمسرح تلاقيه علامة ذاكرة ما شاء الله. يعني أنا لما بتزنق في أي معلومة فنية أطلبه أقول له سمير الفيلم ده كان بتاع مين الفلانة، افتح قناة كذا ووريني، قول لي دي مين دي، يقول لي على طول. يقعد يلعبنا زي ما نكون إحنا الأطفال وهو نبقى قاعدين مبسوطين جدا. فهو حياته كلها بصراحة يعني مكشوفة للناس كلها من كتر الخير والظهور بتاعها والكرم بتاعه. فمش في بالي دلوقتي يعني سر، أعتقد إن كل الناس وكل الناس عشرته. وبعدين هو حبايبه كتير قوي قوي قوي، لو فتحت الحلقة بتاعته عشان حبايبه كل واحد يعمل مكالمة زي حالاتي كده، باي باي يا جمعة، هو مش هيتكلم من كتر الناس اللي بيحبوه. وبعدين هو من سماته بقى برج الجدي زيي،
فيعني برج العظماء، سمير صبري برضو من برج العظماء، فبيبقى حريص جدا. يعني اول واحد يقول لي كل سنه وانت طيبه في عيد ميلادي، انا او ميرفت امين او غدا والله، والله وانا كمان والله عايز اقول لك يعني حقيقي، يعني ازاي فاكر كل الناس يعني ما بيفوتش حد حقيقي، وفي كل المناسبات وانت فين، ويتقمص القمصة الظريفة. يعني انا مثلا لما اغيب شوية، في بقى ميزة كمان ان في ناس يا عمر لما تغيب عنهم فترة طويلة ترجع تحس بالغربة. لا سمير صبري لا ممكن اقعد شهور ما شوفوش، لكن اول ما اشوفه كأنه كان لسه معايا امبارح، ما بيتغيرش. ده بني ادم ما بيتغيرش لانه اصيل، ودي من صفات برج الجدي على فكرة، اللي هو الأبراج الترابية لها جذور ولها أصالة، دايما تراب الأرض، صفات الأرض فيها، اللي هو كل ما تزرعها وتخدمها يديك تديك الخير كله، ولو غضبت ممكن تبلعك بس هو ما بيبلعش. أنا يعني أنا يعني شايفه متأثر بكلامك و... يا حبيبي. والسنه اللي فاتت انا شرفت باني عملت معاه مشهد طويل في فالنتينو مع الاستاذ عادل امام. كان بقالي كتير جدا ما وقفتش قدامه، احنا عملنا افلام مع بعض زمان حلوه كتير، وكنا اصحاب جدا واصدقاء، وبعدين مش صداقه شغل بس، لا احنا بينتهي الشغل بنبقى اقرب لبعض اكتر من ايام الشغل كمان. كل سنه وانت طيبه يا حبيبي، وانت طيب كل سنة وانتوا طيبين، ويعودها عليك بخير وتعيش وتنورنا كده. فنانة جميلة دلال عبد العزيز، والصديقة العزيزة، وهي كمان دلال عبد العزيز انسانة معطاءة وجدعة. بشكرك جدا يا دلال، وتحياتي ليكي ولحبيبنا كلنا الفنان الكبير سمير غانم. يوصل الله يسلمك. الله تحياتي. مع ألف سلامة. مع السلامة. بتحس بإيه لما الناس بتتكلم عنك كده؟ لا يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله.